حبيبي استقبل لك. كيفك؟ شو أخبارك؟ استقبل لك يا حبيبي. الله يخليك يا روحي. شو؟ بعدنا عليانة؟ حبيبي كيف؟ لا ليش بتجنن وليش تبكي ماما؟ حبيبي الماما رحمة الماما كيفك؟ جنن فيكي نصيف قد ما بيحكي عنك باسل حبيبي حبيبتي باسل حبيبتي كيف حالك؟ أنا كثير منيح محمد عشان هيك نصيف حلو بدريا مبروك تبون مكتوبة كيف لك اياها؟ مثل ما انا ما صدقت يوم نهار لعنا هيك كيفك للقمر؟ ميرسي للماما حنان ميرسي ماما حنان وهي من العين قال خليها تحرسك ميرسي كثير ماما حنان كيف اهلين مشتاقتكم كيف انتم والله كنا كلهم بيسلموا عليكم نانسي واناس وابو نصيف والكل اخواتي الكل بيسلم عليكم وكل بحبكم عن جد عن جد الكل بحبكم ابو نصيف بيقول لك مبروك لك التوب 1 كثير كثير انبسطنا وريان شفت امك الصبح كمان كلكم بتجننوا كلكم يعني عن جد عن جد الكل تعلقنا فيكم وانا ما رضيت بدي اجي من مبارح انا والله بس اللي بيطلع انا بزعل عليه وانتم بتكونوا زعلانين تعلقنا فيكم كلكم والله بشرفي كل واحد لكم شعبية برا ما بتتخيلوا العالم قديش بتحبكم والله كتير كتير العالم طاير عقلة فيكم كيفك باسل خليك اي والله بعد مره بعد شيء بتبعد حبيبي البابا معي برا ايوه انا صعب يدرس والله التها انا منيح كثير منيح اوكي سلمان معني غسل رحمه رحمه المهضومه ثانك يو مهضومه يسلموا حبيبتي حلوين يا جماعة شكرا كثير شكرا بلون حلو مبارح تمي قديش حلوة نسيت شو قديش حلوة علي أنا ونسيت كثير كثير حلوة جنن يعني عطلنا الدنيا كرمال نتفرج عليكم كثير كانت مبارح بتجنن كثير 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 حلوة وأمك بتقلك هلأ حكت معي بتقلك لعادة نقي كثير طالعة حلوة أنت وبتجنني وكلكم عن جد عن جد يعني ما في لو اقول انه هذا مو حلو هذا ما عم يعمل منيح كلكم مو يعني نصيف عم ضل يقول انه ما عم يعمل حلو بالعكس ماما لو بتشوف العالم قديش لك شعبيه ما ضل اي دوله ما اتصلت لعنا وحكت وكله يعني كله بيسلم عليك ولك معجبين كثير وما يعني شو بدي احكي اجت الاميات وحكت اللي بدي احكيه انا وصلكم يعني نفس الحكي بدي احكي عن جد لانه الكل نفس الاحساس نفس الشيء والله يعني ما في لاقول هذا لا الكل والله تعال انا امبارح صدقا بدي اجي بس بزعل على اللي بيطلع كثير وانتم بتكونوا مقهورين قلت اليوم بتكونوا رايقين و الله يخليكم بتجننوا انت اللي بتجنني حبيناكم وتعلقنا فيكم نصيف امك كثير حلوه لأمي انا في ملامح كثير لا نصيف احلى وهي المنخار مو تجميل شوفوا مش تجميل بنوب عندي انا اللي طلعنا هيدا الاشاعه هي مين المنخار تجميل لو صحيح تعرفي لو صحيح لا هو بيعرف تسألي شو متغالط قبل علي بالبيت لحتى اولادي هيك منخارهم كله
انا لسه يعني انا جبت نانسي بتحبكم كتير نانسي عن جد يعني الجامعه مطبول الدنيا يعني شو بدي احكي لكم كتير قد ما حكيت قليل شوفوا على الفيسبوك أربع حيطان ما بيعرف شو عم بيصير برا بتجوا انتوا لا كثير زفوا الاخبار بتروحوا ايه عن جد بتجننوا يعني ما في داعي احكي حكوا الاميات قبل ما انا احكي المهم واخيرا اجيتي نصيف كان كثير حابب يعني هو لانه اطول فتره بيبعد عنا نصيف بيطلع من البيت كل ما بتجي امي بيبكي اليوم ما في بكي سبحان الله اول شهر نحن انا صرت شوفه عليه صعبه اجيت لان هو ما عم بس اول شهر نحن ما شفناه يعطيك العافيه لانه ابو الياس اغلى شيء يعني بالدنيا عنا شكلين ايه ابو شمال حبيبي كهلين امي ينعرف اهلين فيك حبيبي شلون بابا والله منيح لو يي بسلم عليك وكثير مبسوط منا فراس يعني ماما ما بتتخيل اولاد خالتك شو عاملين ما بتتخيل يعني عن جد كلهم اولاد خالتك بيسلموا عليك اولاد ابتسام نور واموره واولاد مريم هبه وهدى رامي رامي حبيبي صح النوم حبيبي الله يوفقكم يا رب جميلة ايه كلكم كلكم جميلات وجاهلين الاكاديمية كلكم هو الله يخليكم يا رب ايه حكت معي هلا قبل ما اجيت وقبل عم نحكي مع بعضنا كثير مناح ولدت مرت خالد حكيتها والبيبي يما ايه الحمد لله هلا والله اجيت ماما هلا وصلنا طالعه شيء 11 شفت امه لريان قبل ما اطلع ايه شفتها انا وقت انا بالبيت شفتها بيتنا بالبيت انا كنت ببيتنا لسه ايه بس فقتوا انا اذا شفتي ام ثانيه لسه ما اجت ما تقولي لنا نتفاجئ اذا شفتي ام ثانيه تحت يعني ام شخص هون لا ما في حدا شفت الصبايا تحت كيفك شو ماما رفقاتك كلهم سلموا عليك كلهم التيتا ام جورج يعني طاير عقلة قمت معنا بتحكي كل يوم خالو سليمان حكى اولاد خالك يعني الكل شو بدي اقول لك يعني عماتك خالاتك اخوالك هلا عيون أحلى من عيونك على فكرة حاسة أنه نصيف عم يحكي كتير كتير شباب كأنه ابني إيه كتير يعني جديدة حملتني سلام يعني كبير شفت امبارح على مزيدة كان فايز وخالد والله حكى معي اجي معه عن جد ايه بس ما قدرت انا ماما بس ما تقدروا انتوا بعتوا نانسي اهلي تقريبا نانسي هلا عم تدرس وانا عم بدرس نانسي وسوزي وزينه ايه سوزي بتسلم وين باسل الك سلام خاص من سوزي صبايا حلوين بجديدة يا اخي شو بدك احلى صبايا بجديدة الله يخليك يا رب وشو كمان بدي اقول لك أولاد خالاتك كلهم أولاد عماتك كلهم عماتك طاير عقلهم خالك سليمان حكى من فنزويلا فراس سامر أبو حمد عاملين لك يعني شو بدي أقول لك يا لطيف ما عم بعرف شو ما